ليزافيت كوردو، هذا الرواية الجديدة اللي خرجت لي حديثا في هذا الشهر. أنا بالعربي يعني بعتقد ممكن نقول المتنورات، النساء المتنورات اللواتي عاشوا في قرطبة في القرن الحادي عشر. كتاب مشوق، هي رواية فيها مؤامرات وتحقيق، ولكن الشخصية الرئيسية هي ولادة الأميرة الأموية في الأندلس، والتي كتب عنها الكثيرين لأنها أثارت كثير من الجدل، لأنها كانت امرأة حرة تعيش كما تحب. أول رواية كانت سلطانة القاهرة وتم ترجمتها للغة العربية، أنا كتبتها بالفرنسي، تم ترجمتها للغة العربية في لبنان في أشيت، وهي عن شجرة الدر. شجرة الدر عاشت في القرن الثالث عشر في مصر في عهد المماليك، وكانت يعني هي حياتها رواية مليئة بالتشويق وبالحب والحروب والحروب الصليبية. عندي نوع من الحرقة لأنه أنا بحب التاريخ، كيف ما عاد نتحدث عن النساء اللي عاشوا قبلنا وجاهدوا في مجتمعهم وحاولوا يكون لهم كيان وكان عندهم شخصية وأثروا في الحكم، طبعاً دائماً مع الرجال كسوى أزواجهم ولا أبائهم ولا أولادهم، ولكن كان لهم حضور، وهذا الحضور لازم نتحدث عنه.